صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 111 لسنه 2023 بتعيين مدير في وزاره شؤون مجلسي الشورى والنواب وذلك بناء على عرض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب جاء فيه يعين السيد نايف عبد العزيز محمد الفاضل مديرا لاداره الموارد البشريه والماليه في وزاره شؤون مجلسي الشورى والنواب